اليوم غنوجدوا لانش بوكس ديال الكبار. عندي خيزو اللوبيا مع شويه الملح ودرتهم يتسلقوا. من بعد ما يدخلهم الطياب غادي نزيد عليهم ديك البطاطا. كندوز اللحيمه عندي هنا والكوكوت، كناخذ الكوكوت وكناخذ واحد اللحيمه هكا، لحيمه وحده ديال المعزي عندي هنا باقي صغير. خديت ثلاثه الفصوص ديال الثومه صغار، طريف ديال الحام الضروري، شويه القزبر حبوب، زعفران، وشويه الكمون، شويه هكا غير قريصه ديال بيديكم ما تكتروش. كنمرمد ديك اللحيمه مزيان في ديك العطريه، وهنا كنزيد عليها الربع ديال كاس العنبه ديال الماء، غير الربع ولا قل كاع صافي. وكنسد عليها، كنخلي العافيه ميته، شمعه قليله بزاف العافيه وصافي. هي هذيك شي ثلث ساعه تقريبا، ربع ساعه كتكون واجده. الخضره ديالي من بعد ما تسلقات وسقطرتها مزيان، زدت عليها شويه ديال المعدون معدنوس، ما غنزيدوش القزبر غير معدنوس. اللي ما عرفتش ديرهم بجوج معليش. هنا درتها انا في السوبيره الاولى، جاتني صغيوره، وعاود درتها في السوبيره الثانيه. هنا ديك الخضيره راه ملحه يا سلام، كل ملح رب ما غنزيدوهاش صافي. غنزيدها واحد القريصه ديال البزار وشويه زيت الزيتون، وغنقطع نزيد هذاك عندي هنايا الفقوس، اللي عنده الخيار يدير الخيار صافي. ما كيبغيش انا مول الدار مايونيز وزيتون، راه غتمشي من الصباح، من 7 الصباح حتى الوحده باش يتغدى. مايونيز كيسخن ما خدامش صافي. هنا كناخذ واحد البواطه ديال الالومنيوم. ديك الحيمه من بعد ما طابت، شوفوا دوك العظيمات كيتحلوا غير بوحدهم. انا هنا بالعاني خليت داك لاصوص باش يغمس صافي. وديك اللحيمه غنديرها في هذيك البواطه وكنسد عليها. هنا انا راه طيبتها البنات مع ديك 11 الليل تقريبا. هذيك اللحيمه ما كنديرهاش في الثلاجه، كندير في الثلاجه غير الديسير وديك شلاضه تاع الصباح مع السبعة ملي كيكون خارج كنديرها لي في الباني. بالنسبه للديسير درت لي غير تفاحه وواحد الشهديه وخبيزه ديال الدار هكا، غير كديال كف اليد محراشه صغيوره صافي، غير باش ياكل اللحيمه. وهذا هو لانش بوكس، نتمنى انه يعجبكم. وما تنسوش الغزالات تكتروا لنا حركه لايك ومتابعه، وخليتكم على خير فيديو جديد.